القوات المسلحة أعطينا التعليمات وأعطيت التعليمات للقوات المسلحة بالانسحاب خارج المناطق للحماية فقط، خارج مناطق أو استخدام أو انتشال الجثث. في عندنا حاجة ثانية قرارات أخذناهن، إن المكانات المتضررة احتمال حيكون فيه انعزل عن منطقة درنة مغبة أو مخافة أن يكون في أمراض أو أوبئة. فنحن يعني طبعا هذين إجراءات احترازية عملناها اليوم، حنباشر فيها من يوم غد، لكن ما نبوش الناس يعني ترتهب بالموضوع هذا، لأن الموضوع هذا طبعا إجراء روتيني تحرزي خوفا على الناس وحفاظا على سلامتهم. فنعطي المجال للنيابة العامة، لأن النيابة العامة اليوم شرفتنا وباشرت في معرفة أو جمع الاستدلالات والتحقيقات، فنعطيها المجال أنها هي تتكلم الآن، ومن ثم يعطيكم السيد عثمان موجز على اليوم من عدد الجثث. سيد عثمان عبد الجليل وزير الصحة حيكون هو يعطي في المعلومات يوميا الساعة 5 عشية كل يوم، يأتي هنا ويدي بدولة وهو يقول شنو الموجز الصحفي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية طبعا تواجد النيابة العامة اليوم لدعم نيابات درنة ومكتب محامي عام درنة فيما يقومون به من تحقيقات. لابد أن نشير إلى أن بمجرد إبلاغ مكتب النائب العام بالكارثة التي أصابت مدينة درنة تم إصدار قرار بتكليف 26 عضو نيابة من مختلف أنحاء 26 عضو نيابة من مختلف أنحاء ليبيا من مختلف النيابات في الغرب والوسط والجنوب ليقوموا بالانتقال إلى مدينة درنة، وحددنا لهم مهمة العمل والتي يمكن تحديدها في 3 محاور، وهي الانتقال إلى الأماكن والقيام بمعاينة والكشف على الجثث وعرضها على الطبيب الشرعي وأخذ الحمض النووي لإثبات حالات الوفاة، كذلك الكشف والمعاينة على المنشآت والمباني والمنازل اللي طالتها الأضرار بمدينة درنة، وتم تكليف خبراء حسابيين وهندسيين للقيام بهذه المهمة. أيضا المحور الثالث يتعلق بتقصي والتحقيق في أسباب انهيار السدين، وما إذا كان تم اتخذت إجراءات صيانة لهذين السدين، هل كان تحدث مثل هذه الكارثة أم لا. وفي هذا الشأن باشر مكتب النائب العام في استدعاء إدارة السدود والهيئات المختصة ووزارة الموارد المائية، ولدى مكتب النائب العام الآن تحقيقات جيدة تبين أن السدين انشئ سنة 78 أو انتهى إنشاؤهما سنة 78، وقد قامت إدارة السدود في ذلك الوقت في سنة 98 بإجراء دراسة نتيجة مشاكل تعترض تبين حدوثها في السدين، وتبين أن هناك تشققات وتصدعات وهبوط، وأحيلت هذه الدراسة لأن دراسة تحتاج إلى دراسة النواة للسدين وهذه غير ممكنة لإدارة السدود في ذلك الوقت، فأحيلت وتبين وجود هبوط كان 65 سنتي سنة 78 بعدين تحول 65 ملي متر خلال 5 سنة 78 ثم وصل إلى 1072 ملي متر في سنة 99، وهذا ترتب عليه تكليف شركة ديل بيفيرو الإيطالية بجراء كشف للسدين، وانتهت الشركة إلى أن وجود فعلا هبوط وتصدعات في السدين يتطلب الأمر إجراء صيانة للمنشأة بالكامل، وكانت يتطلب أيضا دراسة لنواة السدين وهذه غير متأتية لتلك الشركة، فتم تكليف شركة أو مكتب استشاري ستوكي سويسري في سنة 2002، وانتهت دراسات إلى أن السدين يحتاجين إلى الصيانة وأن بهم بالفعل تصدعات تشققات قد تؤدي إلى انهيارهما لأن المياه تسربت عن نتيجة الشقوق إلى نواة السدين. فتم تكليف شركة بعد عدة سنوات حقيقة 2007 شركة تركية
لقيام بإجراء الصيانة المطلوبة أو إنشاء، وكان مقترح أيضا بإنشاء سد ثالث لحماية المدينة، لأن يعني الدراسات أثبتت أن أسباب إنشاء السدين هو حماية المدينة من الفيضانات وليس حفظ الأمطار. تأخرت التكليفات في سنة 2007، تم التعاقد مع شركة تركية مبلغ قيمة 39 مليون دينار، ثم تأخرت الشركة في استلام الموقع إلى سنة 2008 ولم تدفع لها مستحقاتها في البداية، فباشرت العمل في شهر 10 2010، باشرت العمل ولكن بعد أشهر حدثت أحداث ثورة 19 فبراير فتوقفت الشركة عن العمل. وفي جانب آخر تطال التحقيقات الآن وتصب عليه التحقيقات أموال الصيانة التي يتم دفعها لصيانة السدين ومحاولة أن الحد من الآثار التي قد تترتب على انهيارهما نزيج الفيضانات والسيول الجارفة، وهذه الآن محل تحقيق لدى مكتب النائب العام. هذا ما يمكننا قوله الآن. التحقيقات ستشمل السلطات المحلية أو الحكومات المتعاقبة عن أي تقصير وإهمال، الكشف والمعاينة وتحديد الضحايا وسبب الوفاة مهم جدا لحفظ حقوق الضحايا، وأيضا للربط لتحديد المسؤوليات أيضا فيما يتعلق إذا كان موجود أي إهمال أو تقصير أو مسؤولية تطار المسؤولين. وهذه نستطيع أن نعلن أن احنا سنتخذ فيها إجراءات حازمة وشادة بالتأكيد، ومجرد انتهاء التحقيقات وصولنا إلى إمكانية تحديد أركان وعناصر الجريمة وتم تحديد مرتكبيها والأدلة سنتخذ فيها إجراءات سنعلن عنها في حينها، وهذه الإجراءات ستكون حازمة، ستكون ردع عام وخاص لأي مسؤول يقصر، لأن هذا التقصير أدى صراحة إلى إساق مئات الأرواح والألاف الأرواح وأدى إلى أضرار مادية كبيرة قد طالت تقريبا 800 مبنى في مدينة ترنا بين أملاك عامة وخاصة. النيابة العامة الآن اليوم كان تواجدنا في درنا للتنسيق بين النيابة ومسؤولي الداخلية والصحة، لأننا يعني نحتاج للتنسيق والتجانس حتى يستطيعوا الأداء العمل على الوجه المطلوب. شكلت الآن لجنة استدلال لسماع أقوال المفقودين، أيضا سيتم إعداد منظومة بالبيانات للمفقودين. يتم الآن الحفظ الحمض النووي لكل ضحية مجهولة، ثم يتم الطلب من أسر الضحايا واللي يعنوا على أن لديهم مفقودين لمضاهاة. هذه كل الإجراءات تتم الآن تتخذها النيابة العامة، والعدد الآن تواجد من النيابة كافي. تم التنسيق اليوم مع الحكومة ومع الوزارات المختصة في هذا الشأن، والتقينا بالإدارة الإدارة العامة للبحث الجنائي وكيل وزارة الداخلية ومدير الأمن المسؤولين، وكذلك إدارة الدعم المركزي. كل الإدارات صراحة وجدنا منها كل التعاون، وفي هذا الثاني حالة يسعني إلا نشكر المجهودات اللي تبذل فيها الجيش والوحدات الداخلية وكل أيضا المتطوعين والهلال الأحمر وكل الأجهزة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني اللي لاحظناه قيامها بأعمال التطوعية اللي صراحة بالتأكيد لها دور كبير في الحد من الأزمة والكارثة. فهذا كل ما يمكننا ذكره الآن. ربما يتساءل بعضكم على الإحصائيات، بالنسبة لنا كنيابة عامة لا نستطيع أن نقدم لكم أي إحصاء الآن دقيق، لأن الأمر قاعد حل تحقيق. بالتأكيد الضحايا بالمئات، ولا زالت فرق الإنقاذ والإنقاذ تنتشر الجثث في أماكن عدة من مدينة درنا كما لاحظنا اليوم والأمس، وبمساعدة الوحدات العسكرية ووحدات الشرطية، ويحتاج إلى تبين الأرقام بشكل دقيق حيث أن العرض على الطب الشرعي وأخذ الحمض النووي. لكن الموثق لدى النيابة العامة إلى الآن يعني تعد، نستطيع أن نقول أن المسألة مئات يعني في الآلاف، لكن لا نستطيع تحديد رقم صحيح إلى الآن. الرقم الصحيح نستطيع تقديمه بعد الانتهاء من التحقيقات والإجراء كل المتطلبات اللازمة لنستطيع تحديد العدد الفعلي بين المفقودين بين المجهولين بين الأشخاص المعلومين. هذا الأمر نعلن عليه في مؤتمر صحفي آخر، وقد تكون لدى الحكومة والصحة والداخلية بيانات، لكن بياناتنا احنا كمكتب نائب عام وهي اللي نرى أنها تعتمد كأساس سنعلن عنها في حينها بمجرد أن تنتهي اللجنة من أعمالها. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا نكرر ترحيبنا حقيقة بزيارة السيد المستشار صديق الصور النائب العام في دولة ليبيا، ونشكره على تفقده للأوضاع في درنا والإطمئنان على سير العمليات التي تجري داخل هذه المدينة للتعامل مع هذه الكارثة التي حلت بالمدينة. كانت زيارته موفقة جدا، وأعطت تعليمات واضحة للتنسيق ما بين كل الجهات التي تعمل داخل المدينة في عدة مجالات، وهذا شيء إن شاء الله حيكون يعني مفيد جدا في تنظيم العمل والعمل بطريقة صحيحة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.